شاف أخته فبكى. سيد الرجال محمد عليه الصلاة والسلام شاف أخته الشيماء بنت الحارث فنزلت دموع بأبي هو وأمي من فرح. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان له أختان فأحسن صحبتهما دخل بهم الجنة. الله سبحانه وتعالى ما يعطي الجنة عبث إلا لأمر عظيم، والأخت عظيمة. أنا أتعجب من بعض الناس الحين يقدر أخويا ويحترمهم، وإذا راح عند أخته يسوي نفسه رجال، وإذا ما قامت بخدمته قام أهانها وضربها. إذا نزلت دمعة محمد عليه الصلاة والسلام فرحا بسبب أخته فانتبه تنزل دمعة أختك ألما بسببك.